السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خالد صبري وبرنامجكم خواطر في الخلق. هنرجع تاني نكمل رحلتنا الطويلة، رحلة مع حوار في الأنبياء. الحوار مع الأنبياء احنا توقفنا فيه، وهنرجع تاني نكمل مع قصة نبي الله صالح في قومه الثمود عليه الصلاة والسلام. قبيلة ثمود مشهورة، يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح، كانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين. كانوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك، فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو نبي الله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا، فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم، ونالوا منه بالقول والفعل وهموا بقتله أيضا، وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح آتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وقال تعالى في سورة الشمس كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كثير ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وقوم ثمود، كما في سورة إبراهيم والفرقان وسورة صاد وقاف والنجم والفجر، ويقال إن هاتين الأمتين عاد وثمود لا يعرف خبرهما أهل الكتاب، وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة، ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم مين بقى؟ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. الظاهر إن هذا من تمام كلام موسى مع قومه، ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. المقصود إن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيف نجى الله نبيه صالحا عليه السلام ومن آمن به، وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام. في الآية كمان بتقول إيه؟ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها، فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له، وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ولهذا وعظهم بقوله أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي متراكم كثير حسن بهي ناضج. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال لهم أيضا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها، أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار، فهو الخالق الرزاق، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته، فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة، وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. ولهذا قالوا أتنهاهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ولهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأتي في الدعوة لهم إلى الخير، أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، ماذا يكون عذركم عند الله وماذا يخلصكم بين يديه، وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا، لأنه واجب علي، ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني، فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقالوا لها أيضا إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين، يعنون مسحورا لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. وقيل من المسحرين، أي ممن له سحر، وهي الرئة كانوا يقولون إنما أنت بشر له سحر، والأول أظهر لقولهم بعد هذا ما أنت إلا بشر مثلنا، وقولهم فأت بآية إن كنت من الصادقين، سألوه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به. قال هذا ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم.
سورة الشعراء. وقال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، في سورة الأعراف. وفي سورة الإسراء، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفاتها كيت وكيد، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلى فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فأمن كثير منهم، واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. ولهذا قال: فظلموا بها، أي جحدوا بها ولم يتبعوا ما الحق بسببها، أي أكثرهم. كان رئيس الذين آمنوا يسمى جندع بن عمرو بن مخلاء، وكان من رؤسائهم، وهم بقية الأشراف بالإسلام، فصدهم عن ذؤاب بن عمرو صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر، ودعا جندع ابن عمه شهاب وكان من أشرافهم، فهم بالإسلام فنهاه أولئك، فمال إليهم فقال: في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة بن الذميل رحمه الله، قال شعرا: وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا، عزيزا ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا. ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية. أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله: بيت الله وعبد الله لكم آية، أي دليل على صدق ما جئتكم به، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبار لهم، أيؤمنون بها أم يكفرون، والله أعلم بما يفعلون، فارتقبهم، أي انتظر ما يكون من أمرهم، واصطبر في سورة القمر على أذاهم، فسيأتيك الخبر على جليه. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر.
هنقف هنا وهنكمل الجزء الثاني إن شاء الله. المرة اللي جاية هنعرف عملوا إيه قوم ثمود مع الناقة وإزاي، ولا بلاش نكمل المرة الجاية. خليكم معانا في خواطر في الخلق مع خالد صبري. سلام. Thank you.